السلام عليكم أعزائنا الطلبة ورحمة الله وبركاته. نرجع هالأسبوع نكمل سلسلة المحاضرات اللي أخذناها في الأسابيع السابقة. راح ناخذ اليوم موضوع هو الزينر دايود، اللي هو أحد أنواع الدايود. الزينر دايود من الاستخدامات واسعة في الحياة العملية، ويستخدم الزينر دايود كفولتج ريجوليتر. يعني شنو معناه فولتج ريجوليتر؟ يعني يعطينا فولتية ستيبل كريفرنس، ويستخدم عادة بالباور سبلاي بالفولت ميتر حتى يعطينا فولتية مستقرة على الحمل. راح نيجي نعرف بهاي المحاضرة شلون نحلل هذه الدوائر، شلون نحلل الدوائر اللي تحتوي على الزينر دايود. هذا هو تمثيل الزينر او السيمبل مال الزينر دايود. راح نشوف انه يشبه الدايود العادي، بس هنا عندك يكون مو خط مستقيم، يكون خط بهالشكل هذا. بحالة الاون ستيت اللي كما في هذا الشكل، راح نشوف الزينر دايود نمثله بمصدر للفولتية، وقيمة فولتية هي فيزت. بحالة الاوف ستيت راح نشوف الزينر كأنما اوبن سيركت. بحالة الاوف ستيت عندما تكون الفولتية اللي على طرفه هي أصغر من الزينر دايود. الزينر دايود هو ايضا بي ان جاكشن، والزينر دايود يعمل بريجن ريفرس بريك داون ريجن، يعني ما يعمل مثل الدايود العادي، لكن يعمل بالريفرس بريك داون ريجن. هذا الشكل يوضح لنا الكاركترستيك او العلاقه بين الفولتيه والتيار مال الدايود. راح نشوف انه الفولتيه راح تبدي المسلطه تبدي تزداد الى ان توصل للفي زد اللي هي بريك داون فولتج نسميها. عند هاي الحاله راح يصير عندي بريك داون. ايش راح يصير؟ الفولتيه راح تظل ثابته وتزداد بشكل كلش قليل مع زياده التيار. هذه الفولتيه نقدر نتحكم بقيمتها عن طريق الدوبينج بروسيس، متحكم بالدوبينج بروسيس للزينر دايت. زينر دايت شركة، هذه الدائرة تمثل لنا أبسط دائرة لدوائر الزينر. راح نشوفها متكون من مصدر فولتية دي سي مقاومة على التوالي، والزينر دايود مربوط على التوازي مع الار لود. راح نشوف احنا الفولتيه اللي هي على اللود تساوي لنا الفي على طرفي او الفي زينر دايود. هسه راح نشوف نبدي بتحليل هاي الدائره. راح نشوف اذا سلطنا فولتيه ثابته وكانت مقاومه الحمل ثابته، اكو حالتين للتحليل. الحاله الاولى راح نشيك الستيت مال الزينر دايود، اذا كان هو اون ستيت واذا كان هو اوف ستيت. فراح نيجي نحسب الفولتيه اللي هي الفي، وهي تساوي لنا الفي لود، يعني اللي على الزينر دايود. خلينا نقول باستخدام الفولتج ديفايدر راح تكون الفي لود اللي هي هنا، او الفي راح تساوي لنا الار لود في الفي انبوت على الار لود زائد الار. هسه راح تكون عندنا حالتين. اذا كانت الفي اكبر من الفي زينر، اذا الدايود راح يكون الزينر دايود ان اون ستيت اما اذا كانت الفي زينر ازيد من اعلى او اكبر من الفولتيه اللي حسبناها والفي لود، ذا زينر دايود از اوف. وهذا هو الشكل اللي يمثلنا في حالة انه الزينر دايود اوف، يعني شنو يكون اوبن
شيفت، راح يكون اوبن شيفت. هسه اذا اعتبرنا الدايود بحاله اون، ايش راح يجي لنا الدايود؟ راح الزينر دايود راح يتمثل بمصدر فولتيه اللي هي على التوازي مربوطه ويا الفيلود. راح نحلل هاي الدائره ونشوف شلون تعمل هاي الدائره. هاي الدائره نقدر نحللها بطرق جدا بسيطه باستخدام طرق التحليل الدوائري الكهربائيه الدي سي. فراح نشوف انه هنا الدايود مربوط على التوازي ويا الفيلود، هذا الشيء يعني انه فولتيه الفيلود تساوي لنا الفي زين، تساوي لنا الفي زين. وراح نشوف انه التيار هذا اللي يمر بهاي المقاومه اللي هو اي سب ار كابيتال هو التوتال كارنت مال الذهب، راح يساوي انه راح ينتقل الى ان يوصل لهاي العقده، راح يتفرع الى تو كارنتس اللي هو الايزينر زائد الايلود. الايزينر والايلود بلس الايلود. الاي لود هو الفي لود على الار لود، والاي ار هو الفي ار على ار. شو راح يساوي ان الفي ناقص الفي لود على الفولتيه اللي راح تتبدد بالزينر دايود او اللي على اللي نتيجه مرور التيار راح تساوي ان الفي زينر بالاي زينر. هاي الباور لازم تكون من اقل من البي زينر ماكسيموم، اقل من البيزنر ماكسيموم. ليش؟ لان يعني البيزنر ماكسيموم هي اعلى سيتيتد باور يقدر يتحملها الزنر، وعاده تعطى بالمانيوال شيت للزنر ماله. راح ناخذ مثال يوضح لنا شلون نحلل هاي الدوائر. فور ذا زنر دايود نتورك اوف فيجر هذا الشكل، ديترماين في ار بي ار اي زد اند بي زد. إذا كانت المقاومة هي 1.2 كيلو أوم الآر لود، والمطلب الثاني إذا غيرنا المقاومة إلى 3 كيلو، راح نشوف شو يصير بالدائرة. هسه راح نبدأ نحل السؤال، راح نيجي نحسب الـ V اللي هي قلنا الـ VR اللي هي تساوي لنا حسب ما قلنا بالفولتج ديفايدر، تساوي لنا الـ V الآر لود بالـ V إنبوت على الار زائد الار لود، راح تساوي لنا 8.73 فولت. هاي الفولتيه هي اقل من الفولتيه الزينر الفيزن، لذلك شو راح يصير حسب ما شرحنا؟ قلنا هاي راح يصير اوبن سيركت، راح يصير اوبن سيركت. اذا الفي ار ايش قد حسبناها؟ هي قيمتها هاي قيمتها الفي على هاي المقاومة، راح يساوي ان الفي انبوت ناقص الفي لود، راح يساوي ان 7.27 فولت. احنا هنا هسه قلنا الزينر؟ قلنا كانما اوبن سيركت، يعني ماكو اي زينر، والبي الاي زينر يساوي لنا صفر، والبي زينر راح تساوي لنا 0.1. هسه اذا المطلب الثاني اذا غيرنا هاي المقاومة الى قيمة مقاومة 3 كيلو، راح نجي نحل السؤال ونوجد قيمة الـ V راح تساوي لنا هنا 12 فولت. 12 فولت هي greater than الـ V زينر، يعني الزينر ان اون ستيت. هسه الـ V لود ايش راح تكون قيمتها؟ هتكون قيمتها 10 فولت. ليش؟ تساوي الـ V زينر، لأن هنا ايش قلنا؟ الـ V لود تساوي الـ V زينر، لأن مربوطين على شنو؟ على التوازي. مربوطين على التوازي. والفي ار هي الفي ان ناقص الفي لود، راح تكون قيمتها 6 فولت. هسه الاي لود هو الفي لود على الار لود اللي هو 10 على 3 ويساوي لنا 3.33 ملي امبير. والاي ار هو الفي ار على الار وهو 6 فولت على 1 كيلو اوم ويساوي لنا 6 ملي امبير. والاي زينر راح يساوي لنا الاي ار ناقص الاي لود، راح يساوي لنا 2.6 7 ملي امبير. القدره على الزينر دايود هنا ايش احسن؟ في زينر في الاي زينر. الفي زينر هي قيمتها 10 فولت، والاي زينر حسب ما حسبناها هنا
2.67 ملي امبير راح تساوي لنا هاي القيمه 26.7 ملي ملي وات، اللي هي شنو؟ تكون اقل من البي زينر ماكسيمم هي 30 ملي. اذا هنا الزينر راح يعمل بدون اي خطر او مشكله. حتى نحافظ على قيمه الزينر فولتج ثابته عند قيمة معينة، راح نختار اما راح نغير اما الانبوت فولتج او الارلود ونثبت الاخر. فهسه هاي الحالة راح ناخذ فيكسد في ار فاريبل ارلود، فاريبل ارلود. يعني شو راح نسوي؟ راح نغير، راح نوجد الليمت مال الارلود اللي يعمل بي زينر بشكل طبيعي. اذا كانت المقاومه اللود كلش قليله، حتكون الفولتيه على الفي ال على الزينر هي اقل من الفي زينر، والزينر دايد بهالحاله راح يكون اوف ستيت. فحتى نحسب اقل مقاومه للحمل تخلي الزينر دايد اون ستيت، راح نحسبها بالشكل التالي. بعد شو راح يصير عندنا؟ الفي لود يساوي لنا الفي شنو؟ الفي زينر، الفي زينر. هاي هي الدائرة اللي عندنا، هاي مصدر دي سي، قلنا هاي هو يمثل كأنما مربوط للأرض، يعني كأنما كلها مربوطة سوا. هنا الآر لود هو متغير، عندنا الآر لود راح تكون مقاومة متغيرة. راح نشوف شلون نحسب أقل مقاومة يكون عندها الزينر، يكون عندها الزينر اون ستيت. فالفي ال او الفي زينر راح يساوي لنا الار ال في الفي اي على ار ال زائد الار. اذا الار ال وش راح تساوي لنا؟ نستخرجها من هاي المعادله، تساوي لنا الار في الفي زت على الفي اي ناقص الفي. هاي الار لود مينيمم اللي هي اقل مقاومه للحمل make the zener diode in on state. In on state. إذن أي قيمة أعلى من هاي القيمة هي راح تخلينا شنو؟ الزينر دايود يعني. هسه عندنا من تكون المقاومة أقل ما يمكن الكرنت تشبيه راح يكون أعلى ما يمكن. لأنه الكرنت يساوي لنا الفي على. إذا بحالة المقاومة هي أقل ما يمكن اللي هي مينيمم فاليو، الآي لود ماكسيمم راح يساوي لنا الفي لود على الآر لود كقانون، ويساوي لنا الفي زت على الآر لود مينيمم. ليش خلينا هنا في زت؟ لأن الفي ال يساوي لنا الفي زت قلنا عليه التوالي، وهي شنو تكون قيمتها؟ تكون قيمتها فيكس فاليو. هسه ايش راح يصير عندنا؟ الفولتيه على الار راح تكون قيمتها تساوي لنا الفي اي ناقص الفي الفي زينر، الفي اي ناقص الفي زينر، وتكون قيمتها ثابته زين، ويكون الكرنت اللي يمر بها هم قيمته ثابته اللي هو الفي ار على الاي زينر. ايش راح يساوي لنا؟ هو الاي الكلي ناقص الاي اللو. يعني الاي زينر مينيمم وين الاي لود ماكسيمم، اند ما اي اند اي زينر ماكسيمم وين اي لود از مينيمم. ليش؟ لانه عندك هاي القيمه ثابته، لان عندك الاي ار ثابت. اذا هاي على قيمه، هاي اقل قيمه، والعكس صح. عندك الاي زت هو ليميتد تو اي زت ماكسيمم، وينطي هذا بالديتا شيت. اذا الاي لود، اذا الاي لود مينيمم ايش راح يساوي لنا؟ هو الاي ار ناقص الاي زت ماكسيمم. قلنا اي زت ماكسيمم اي لود مينيمم.
هسه من حسبنا الاي لود مينيموم ايش راح نحسب عندنا؟ نحسب الاي زد، نحسب الاي لود ماكسيموم واللي هي البي زد على الاي لود مينيموم، على الاي لود مينيموم اللي حسبناها من هذا القانون. هذا قيمته ثابته، هذا معطى، اذا هذا الاي لود مينيموم نحسبه بهاي الطريقه. وراح ناخذ مثال يوضح لنا شلون نحسب او شلون نحسب هاي القيم اللي شرحناها سابقا. For the network of figure determine the range of RL and IL that will result in VR being maintained at 10 volt. At 10 volt. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني determine the maximum wattage rating of the diode. هسه راح نجي نحل. شو يريد من عندنا هسه؟ المطلوب يريد الار لود مينيمم والار لود ماكسيمم والاي لود مينيمم والار لود. هسه حتى نحسب حتى نحسب قيمة الار لود، زين شلون راح نحسبه؟ من القانون اللي انطيناه اللي هو ار في الفي زد على في اي ناقصا في زد. وش راح نحسب؟ الار هي 1 كيلو والفي زد هي 10 والفي ان 50 والفي زد 10 راح تطلع لنا القيمة 250 اوم. هسه حتى نحسب الفولتج اكروس ذا ريزيستر ار راح تساوي لنا الفي اي ناقص الفي زد. راح تساوي لنا 40 فولت، تساوي لنا 40 فولت. طبعا هو المطلوب يحسب لنا الفي ار. هسه حسبنا الفي ار اللي هي في اي ناقص 40 فولت. هسه ايش نجي نحسب؟ نجي نحسب الاي ار اللي هو يساوي لنا الفي ار على الفي ار. حسبناها 40 والار 1 كيلو حيطلع لنا 40 ملي امبير، 40 ملي امبير. هسه ايش راح نجي نحسب؟ راح نجي نحسب الاي لود مينيموم اللي هو شو يساوي لنا؟ الاي ار ناقص الاي زد ماكسيموم، هو يساوي لنا 8 ملي امبير. 8 ملي امبير. هسه راح نجي نحسب الار لود ماكسيموم. الار لود ماكسيموم اللي هي الفي زد على الاي لود مينيموم راح تساوي 1.25 كيلو اوم، يعني 1250 واط. هسه البي ماكسيما ايش راح تساوي لنا؟ في زد اي زد ماكسيما راح تساوي لنا 320 واط. هسه اذا اريد نفس البي ال فيرسس في ار اند البي ال فيرسس اي ام، راح نشوف انه المقاومه راح تتغير من 250 مينيمم الى 1250. اذا هذا رينج مال تغير المقاومه. وتغير الاي لود وش راح يكون عندي؟ من 80 ملي امبير لل 40 ملي امبير لل 40 مع ثبوت فولتيه الفي لود. ليش قلنا ثابته فولتيه الفي لود؟ لانه هي تساوي لنا الفي زن، تساوي لنا الفي زن. هسه الحالة الثانية عندما تكون الفيكسد ار لود وفاريبل في ان، فحتى الفي اي لازم تكون لها قيمة معينة حتى اللي هي تساوي لنا الفي اي، الفي اي مينيمم حتى تخلينا الزينر دايد اون ستيت. فحسب القوانين السابقة الـ VL تساوي لنا الـ V زينر الـ RL على الـ VI RL زائدا الـ R. إذا الـ VI راح نستخرجها منه RL زائدا R VZ على R. هاي كلها قيم ثابتة. هاي الـ VN مينيمم، الـ VN مينيمم. الماكسيمم فاليو، الماكسيمم فاليو اوف
input voltage is limited için biz zener kemet ay zener maksimum. Ay zener maksimum. Eden hisse eddeki tel ay el ay zet maksimum. Rahi savunna el ay ar nakısan el ay er. Eden el ay el ay ar maksimum savunna el ay zet maksimum zaydın ayrı. هنا ايش راح نشوف هناك بالحاله دي كان الاي ار ثابت هنا الاي ار متغير لان الانبوت فولتج راح تكون متغير هنا عندك سينز الاي ال از فيكست فيزت على الار ال اند ام از ماكسيمم فاليو اند اي سب زت ام از ذا ماكسيمم فاليو اوف اي زت ذا ماكسيمم في اي از ديفايند باي اللي هي في ار ماكسيمم زائد فيزت الفيزت هي قيمه ثابته ال في ار هي ال اي ار ماكسيمم في ال ار اي ماكسيمم هذا الشرح اللي شرحناه راح نيجي نطبقه على شنو على هذا المثال حتى نعرف شلون نحسب هاي القيم اللي حكينا عنها Determine the range of value of V input that will maintain the zener diode of figure in the one state. يعني شريد VN minimum والVN maximum. هاي الفولتية مطيناها 220 المقاومة 220 وعندك الفيزنر 20 فولت والايزنر ماكسيمم 60 ملي امبير والمقاومة الحمل هي 1.2 كيلو كيلو هسه حتى نحسب الVN minimum هو الار ال زائد الار في الفيزنر على الار ال الار ال هي 1200 زائد 220 في ال 20 فولت على 1200 راح تطلع لنا قيمته المينيمم 23.67 فولت. الاي لود هو ثابت هو في لود على الار لود واللي هو 20 فولت على 1.2 يطلع لنا 6.67 ملي امبير. الاي زت ماكسيمم مطيناه 60 ملي امبير اذا نطلع الاي ار ماكسيمم هو اي زت ماكسيمم زائد اي ام وراح يساوي لنا 76.67 ملي امبير. اذا ال في ان ايش قد قيمتها هي الاي ار ماكسيمم في الار النهايه اللي ايش يساوي لنا ال في ار على هاي المقاومه ماكسيمم زائدا ال في زت اللي هي 20 وراح يطلع لنا قيمتها 36.87. اذا اذا نرسمها هذا الرسم ال في لود هي 20 عندك الفولتية هي أقل شيء 23.67 وعلى قيمة 36.87 اللي تخلي من الزينر دايود ان اون ستيت وحتى تبقى لنا الفولتية طبعا بالفولتية لازم تكون هي ثابتة على اللود اذا بالحالتين راح نشوف بهاي الحالة اللي هي فيكسد ار ال وفيريبل في اي او الفيكسد في اي او الـ variable R load راح نشوف انه الفولتية على الحمل هي ثابتة وتساوي الـ divisional وهذا هو التطبيق اللي نسميه regulator اللي هو الـ regulator الـ regulator الـ regulator